بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا نبلش في السيستميك لوبس إريثروماتوسس. بتجي لك الكيس فيميل عندها ألوبيشيا، سايتوبينيا، هيديك، فيفر، جوينت بين، بتبدا تفكر في السيستميك لوبس إريثروماتوسس. هو اوتو اميون ديزيز، بتكون اوتو انتي بودي ضد الدبل ستراندد دي ان اي، اوتو انتي بودي ضد الدبل ستراندد دي ان اي، او بتكون انتي بودي ضد النيوكلياس بشكل عام وضد محتويات النيوكلياس. 90% من السيستميك لوبس هو يصيب النساء، عشان كده لو السيستميك لوبس اجى عند الرجال حاله من الحالتين، اما تشخيصك غلط او حيكون الاشي very worse، very 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 bad. هو عباره عن autoimmune affected multi organ، الجوينت، البرين، السكن، الكدني، في يعني مش شرط تجيني المانيفستيشن بجوينت بين، ممكن تجيني المريضه فقط بالوبيشيا مع فتيك مع هيدك مع فيبا فقط، تمام. في الـ في الـ في الـ في الروماتويد ارثرايتس كان الجوينت هو الاشي الاساسي في المرض، في السيستميك لوبس الجوينت هو ضمن المرض بس مش هو الاشي الاساسي، مش هو الاشي الاساسي. The post specific antibody الانتي اس ام، الانتي اس ام جزء من النيوكلياس بتكون ضده ايش؟ انتي بودي الانتي اس ام. ايضا عرقيتي، هذا عرقيتي بتكون انتي بودي ضد محتويات النيوكلياس، فبتكون انتي بودي انتيجين كومبلكس، انتي بودي انتيجين كومبلكس، ممكن يعمل ديبوزيشن للسكن فيعمل مشاكل في السكن، ديبوزيشن في البلود فيزل فاسكولايتس، ديبوزيشن في البرين، برين لوبس. عارفين يا اخوانا قضيه البرين لوبس خطيره جدا، قضيه لانه ممكن تؤدي الى ديث، وصارت حاله، وللاسف للاسف يا اخوانا صارت حاله في ميل صار عندها برين لوبس، برين لوبس صار عندها ديمينشيا بشكل كبير. ما هو البرين لوبس بدخل في ديمينشيا، كونفيوجن، ليثارجي، فصار عندها ديمينشيا. عارفين لو اعطوها سايكلوفوسفامايد مع جلوكوكورتيكويد ممكن تتحسن وما تموتش، لكن للأسف يا إخوانا فقدوا هذه الفيميل لأنه أعتقد يوميتها ما أعطوها شيء سايكلوفوسفامايد. ما علينا كتير. البريزنتيج هلقيت يا إخوانا، أول إشي السيستميك لوبس في الغالب إديوباثيك، لكن ممكن يصير بعد شغلات معينة، ممكن فيروس معين يعمل تراجر يتكون أنتيبادي، ممكن يا اخواننا الراديشن، لهلقيت الراديشن بخرب شوية من الدي ان اي، بخرب شوية من النيوكلياس، فممكن لما يخرب يتكون انتي بادي، انتي بادي. هذا الانتي بادي لما بيجي بيعمل ديبوزيشن في السكن بيدمر السكن، فبيعمل مالار راش، فوتو سنسيتيفيتي للالترا فيوليت زي الفيوليت تبعت الصن، فلير وذ اكسبوجر للالترا فيوليت. الان بس هلقيتي بروح لحاله بدون ما يصير ندبة أو سكار. هقدر أقول لك من كومون بريزنتيشن، بتيجي لك المريضة بتقول لك يا دكتور أنا وجهي بنحرق لما أتعرض للشمس، بعد كده بحط برهم والأمور بترجع تمام بدون أي سكار. ديسكويد راش أورال ألسر، صحيح ممكن تجيني بأورال ألسر، هذا مهم صحيح، فممكن تفكرها بهجة ديسيز مثلا، ممكن تفكرها كرونز، فبدك تميز اول، يعني دائما بقول اول الارسل مع جوينت بين ببدا افكر في
سيستميك لوبس اورال ألسماج جوين بين. انا بدي اياكم تحفظوا من السكين مالر راش فوتو سنسيتيفيتي ديسكويد، اسمه ديسكويد راش كمان، اورال ألسر. الجوين لما بصير انا عندي ديبوزيشن للجوين بصير انا عندي ارثرايتس. حتى في بداية الأمر بيكون فقط joint pain بدون أي deformity وبدون أي erosion، بما إنه فيش deformity وفيش erosion إذا في الإكس راي بيكون normal، لكن بعد كده بيبقى يعمل بيبدأ يدمر في الجوينت شوية شوية. أصلاً كتير من الحالات بتيجي presentation بjoint pain وبلاقيها عبارة عن systemic lupus. أصلاً كتير بكتشف systemic lupus بالjoint pain كتير، ومرات بكتشف السيستميك لوبس في الفتيك مع الوبيشيا، مرات بكتشف السيستميك لوبس بالأورال ألسر مع فيفر. فإخوانا تمام، بس كتير كتير يعني 90% من حالات السيستميك لوبس بيكون عندهم جوينت بين أو أرترايت. كتير كتير من الحالات بيكون أول عرض يظهر من السيستميك لوبس هو الجوينت بين، بس حقيقة يا إخوانا المريض لما بيصير عنده جوينت بين ممكن ياخد مسكن وخلاص، يعني ممكن ياخد نون ستويدا ما يروحش على الدكتور. هاي الفكرة حقيقة، ممكن المريض ما يروح أو ممكن المريضة ما تروحش على الدكتور، لكن لما يبدأ شعرها يتساقط بتيجي على الدكتور، بتيجي على الدكتور. تمام، ما علينا كتير. الجوينت بين الانتيبادي انتيجين كومليكس أو انتي دي ان اي دبلس انتي دبلس فريند دي ان اي انتيبادي أو الانا أو هدول يعني الاوتو اميون الاوتو انتيبادي مع الانتيجين كومليكس بديبوزيشن في السيروزا، فبيعملوا انفلاميشن في السيروزا سيروزايتس، انفلاميشن في البلورا بلوريسيتي، انفلاميشن في البريكارديوم بريكارديتس بريكارديتس، فبيصير عنده تشيست بين، فبيصير عنده بريكارديال افيوجن وبلورال افيوجن. بيعمل ديبوزيشن في الرينال، ممكن يا اخواننا اول شيء الرينال تكون نورمال، ممكن تكون الرينال مايلد بروتين يوريا، وممكن اند ستيج رينال ديسيز تحتاج الى دياليسيس. حقيقه قضيه الرينال والسيستميك لوبس 6 ستيج. الستيج الاول تكون الرينال نورمال، واخطر ستيج تكون الرينال ايش سكارينج، هو ستيج 6. بس الموست كومون بريزنتيشن في الرينال والموست سيريس، انا بقول لكم ستيج 6 سكارينج بس المريض ما بموت، بعمله دياليسز والامور تمام. لما بقول لكم ستيج 6 خلص الرينال صارت فايبروسيس وسكار، لكن المريض مش ميت. لكن عارفين وين المريض ممكن يموت من رينال انفولفمنت في ستيج 4 اللي هي الديفيوز بروليفيريشن، في ستيج 4 اللي هي الديفيوز بروليفيريشن جلوميرولونفرايتس في ستيج 4 يا اخوانا، ممكن هان ممكن الرينال تنشطب على اخر بشكل اكيوت، بشكل اكيوت. تمام، ممكن تؤدي الى حياة المريض. لكن ممكن يعمل لي برضه ستيج 5 اللي هي ديفيوز ميمبرينس جلوميرولونفرايتس، يعني ميمبرينس جلوميرولونفرايتس. طبعا بما انه وممكن ستيج 2 اللي هو فوكال سيجمنتال اللي هو ميزنجيال بروليفيريشن، وستيج 3 اللي هو فوكال سيجمنتال. بما انه يا اخواننا انا عندي رينال انفولفمنت وانا قاعد بقول لكم جلوميرولو نيفرايتس، اذا بيكون انا عندي هيماتويوريا مايكروسكوبيك هيماتويوريا اند رينال سيل كاست affected the brain، مشكلة كبيرة جدا. هل يطلع عليه؟ هل قلت هو affected the vasculitis؟ تمام، فبيعمل لي vasculitis، وانتو عارفين vasculitis كأي vasculitis ايش ممكن تعمل؟ fever arthralgia myalgia، وممكن تعمل stroke، ممكن vasculitis تعمل stroke. لكن طيب affected central nervous system antibody antigen complex deposition في central nervous يؤدي الى psychiatric manifestation psychosis، يعني شغلات سايكاتريك يا اخوانا. تمام، تشينج في البيهيفير تؤدي الى سيجر وهيدك يا اخوانا. جدا جدا بتلاقي يعني كتير كتير من الحالات بتجي لك المريضه بهيدك، يعني تجي لك ايش الاعراض بتقول هيدك هيدك. تمام، طيب برضه هيماتولوجيكال انتيبادي انتيجين كومبلكس تؤدي الى
ديجراديشن للليمفوسايت والوايت بلاد سيل والبلاتلت، فيؤدي الى بان سايتوبينيا. بان سايتوبينيا. وممكن في الريد بلاد سيل ديبوزيشن في الريد بلاد سيل فتؤدي الى هيمولايسيس فتؤدي الى انيميا، وبرضه ممكن تؤدي انيميا عن طريق انيميا اوف كرونيك ديزيز. تمام. immunological abnormality او في اللابوراتوري the most sensitive test الانا. الانا يا اخوانا بتلاقيها الانا، بلاقيها، طلوا علي الانا بشوفها في السيستميك لوبس، في البولي مايوسايتس، في السيستميك سكليروسس، في السيستميك سك. فهي مش سبيسيفيك للسيستميك لوبس، بشوفها زي ما قلنا في السكليروديرما، في السيستميك سكليروسيس، في البوليمايوسايتس. بس المقصد انه معظم حالات السيستميك لوبس فيهم الانا بوزيتيف، لكن الموست سبيسيفيك شغلتين، انتي اس ام الموست سبيسيفيك وانتي دبل ستراند دي ان اي. الانتي اس ام هو الموست سبيسيفيك، لكن للاسف بيكون فقط في ثلث الحالات. بس اذا شفته بتقدر تحلف يمين بالله انه هذا سيستميك لوبس، بس بتكون فقط في ثلث الحالات. الانتي دبل ستراندد برضه سبيسيفيك، لكن ممكن يجي في حالات نادره جدا غير السيستميك لوبس. بس ايش هو سبيسيفيك للسيستميك لوبس، لكن زي ما قلنا ممكن يجي في حالات نادره جدا. طبعا هو بيكون في 80% من الحالات، فالبطلع الموست سنسيتيف الانا بيجي في 90% من الحالات. الان برضو يا اخواننا في ال مش بتكون انتي بودي ضد الريد بلاد سيل، انتي بودي ضد الريد فبيعمل كومز بوزيتيف وارم اوتو اميون هيموليتيك انيميا. ما احنا قلنا الوارم اوتو اميون هيموليتيك انيميا سيستميك لوبس والكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا والودسترين. فالسيستميك لوبس بيعمل وارم. الان اللي بدي اقوله برضو في السيفاليس بلاقي اوتو انتيبادي معين موجود في السيفاليس، هو نفسه بلاقيه موجود في السيستميك لوبس. فممكن انت تشخص المريضه انه هي سيفاليس، خاصه السيفاليس برضه بيجي بجوينت بين وهيديك وفيفر، فممكن تشخص المريضه بالسيفاليس وهي تطلع حرفيا سيستميك لوبس. سيستميك لوبس تمام. من الاديشنال فايندينج، بما انه هو بيعمل فاسكولايتس، اذا ممكن يعمل فاسكولايتس في البلاد فيزل تبعت الجي اي، ميزنتريك فاسكولايتس. ممكن يعمل فاسكولايتس في البلاد فيزل تبعت السكين، اذا رايانويد فينومين. هجيت اخواننا طلع علي، ممكن وهذه خطيره. ليش؟ لانه بتعمل طبعا ممكن يتكون، انا عندي انتيبادي انتيجين كومبلكس في الهير فوليكل تبعت الشعر، فتدمر الهير فوليكل فتعمل الوبيشيا. ممكن تعمل يا اخواننا نيومونيا، الفيولار هيموريج، ريستريكتيف لانج ديزيز. هدول يا اخواننا بتصير في السيستميك لوبس بس نادرا، فعشان كده هي مش من ضمن الكرايتيريا لتشخيص السيستميك لوبس. يعني انا ما بشخص السيستميك لوبس عشان واحد صار عنده نيومونيا او صار عنده بلورال افيوجن او صار عنده ريستريكتيف، لا، هي بتسويهم. بس ليش مثلا بتسوي نيومونيا؟ لانها بتسوي سايتوبينيا، انيوتروبينيا، لوكوبينيا، تمام، انيوتروبينيا، فعشان كده بتسوي نيومونيا. طب ليش مثلا بتسوي الفيولار هيموريج؟ لانها بتسوي فاسكولايتس، فاكيد حد. طب ليش يعني بتسوي ريستريكتيف لانج ديزيز؟ لانها بتعمل انفولفمنت ريستريكتيف لانج ديزيز، لانها بتعمل انفولفمنت للبلورا، فبتعمل بلورال افيوجن. تمام، لكن مش من ضمن الكرايتيريا تبعت الدياجنوستس تبعت السيستميك لوبس، لانه شغلات كتير ممكن تعملها. الالوبيشا نفس القضيه، مع انه هي كومون بس مش من ضمن الكرايتيريا، بس انا باخذها من ضمن الكرايتيريا في حل الاسئله، لانه كتير بيجيبوا من حل الاسئله مع الوبيشيا في السؤال. تمام. الان في انا عندي ظاهره بتعمل انتي فوسفوليبيد سيندروم، مش عارف ايه انتي فوسفوليبيد سيندروم. هذه الظاهره بتكون يا اخواننا مالتيبل ابورشن عند هذه الفيميل، مالتيبل ابورشن
وعندها سيستميك لوبس فبشخصها انتي فوسفوليبيد سيندروم. انتي فوسفوليبيد سيندروم. الدياجنوستيك تيست زي ما قلنا الانا بيكون موجود من 95% ل 99% من الحالات الانا، فهو موست سنسيتيف الانا. فاذا كان الانا مش موجود يعني 99% هذه الفيميل ما عندهاش سيستميك لوبس، بس اذا الانا موجود مش معنى الكلام انه عندها سيستميك لوبس، لانه الانا بيكون موجود برضه في السكليروديرما، بيكون موجود في البوليمايوسايتس وفي شغلات كتير غير كده. تمام. طيب الانتي دبل ستراندد دي ان اي هنا مكتوب بشوفها في 60%، هو حقيقه بشوفها تقريبا في 80%. الانتي اس ام بشوفها في 30%، فهما سبيسيفيك. يعني لو شفت الانتي دبل ستراند او الانتي اس ام بتقدر تجزم انه هي سيستميك لوبس. الانتي اس اس اي والانتي اس اس بي اللي هو الانتي رو انتي لا، حقيقة هذه بشوفهم في الشوغرين سيندروم، فانت احفظهن للشوغرين، انت احفظهن للشوغرين. لكن مريضة جياتني باعراض سيستميك لوبس، يعني الوبيشيا، هيديك، فيفر، ملر. يا اخوانا اجت مريضة ملر راش، فحصت الانا لقيته نيجاتيف، بس المرة الراش علامة مميزة جدا جدا لشغلتين، للميترال ستينوسيس وللسيستميك لوبس. فحصت الهارت فيش مارمر، مين فيش مارتر ستينوسيس، فضل السيستميك لوبس. فحصت الانا لقيته نيجاتيف، فحينئذ بدي التجئ للانتي رو انتي لا، الانتي اللي هو الانتي اس اس اي والانتي اس اس بي، وبدي التجئ للانتي اس ام. هدول بفيدوني لانهم لو كانوا بوزيتيف خلصنا، لو كانوا بوزيتيف خلصنا يا اخواننا. تمام. طيب طيب هجيتي لو اجتني حاله عندها الانا بوزيتيف، هل بقدر اجزم انه هي عبارة عن سيستميك لوبس؟ لا. تاني خطوة بطلبها ايش؟ اطلب الانتي دبل ستراند دي ان اي. لو لقيتها بوزيتيف خلاص شخصت سيستميك لوبس. لو لقيتها بوزيتيف انا قلت لكم الانتي دبل ستراند دي ان اي بتكون في حالات نادرة جدا 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 بتقدر تشوفها دغري، يعني انت ممكن تلاقي اعراض كذا فدغري انتي دبل ستراند، بس انا بتيجي هي حقيقة في السيستميك لوبس. يعني انا اول ما اشوف الانتي دبل ستراند دي ان اي بوزيتيف سيستميك لوبس على السريع، سيستميك لوبس على السريع. طب بس لو لقيته نيجاتيف، لانه الانتي دبل ستراند بتكون 60-80% من الحالات بس، طب في انا عندي 40-20% من الحالات الانتي دبل ستراند دي ان اي نيجاتيف، فلما تلاقيها نيجاتيف مع انه الانا بوزيتيف، طب الانا بوزيتيف ممكن تشخص السيستميك لوبس وممكن لا. طب الانتي دبل ستراند دي ان اي نيجاتيف، اطلب الانتي اس ام. لو لقيت الانتي اس ام بوزيتيف اذا هذا يا اخوانا بيساعدك في تشخيص السيستميك لوبس. طب لو لقيت الانتي اس اس اي والانتي اس اس بي هم البوزيتيف والانتي اس ام نيجاتيف، بشخص الشوغرين سيندروم. لكن انا قلت لكم انا بوزيتيف فبشخص يا اخواننا سيستميك لوبس، لانه في الشوغرين سيندروم ما بيكون الانا بوزيتيف، في الشوغرين سيندروم ما بيكون الانا بوزيتيف. اذا عمل انفولفمنت للرينال بيعمل ديكريز للكومبليمنت سيستم. في الاكيوت لوبس فلير يعني تصنع انتي بودي بكميات مهوله بشكل فجاه، فاكيد الكومبليمنت راح يكون ايش؟ قليل. هل لقيت ممكن يعمل انفولفمنت للبرين؟ لكن الام ار اي، الام ار اي تكون نيجاتيف يعني تكون نورمال.
ما عدا لو صار عنده استروك. لو صار عنده استروك راح يبين في الام ار اي انه عنده استروك، لكن للاسف صار عنده استروك ما هو يا اخوانا. فانت بدك تحاول تلحق المريضه قبل ما يصير عندها استروك. العلاج اعطيها يا اخوانا قد حنشوف، يعني اميونو سبريشنت، يعني ممكن تعطيها جلوكوكورتيكويد طبعا مع نان استرويدال بين للبين للبين، وتعطيها جلوكوكورتيكويد تمام. بعيد وبكرر، مريضة بأعراض سيستميك لوبس أول إشي بدك تشوف الأنا، لأنه لو الأنا نيجاتيف بتقدر تجزم إنه هي مش سيستميك لوبس، بتقدر تجزم. طب لو واحد سأل سؤال، أجتني حالة الأنا نيجاتيف والأنتي أس أم بوزيتيف أو الأنتي دبل ستراند دي أن إيه بوزيتيف، هذه أخوانا سيستميك لوبس، لأنه في 1% من الحالات بيكون الأنا نيجاتيف وهي سيستميك لوبس. خلصنا؟ بس إيش؟ ما تستخدموهاش في الأسئلة، في الأسئلة بيجي بقول لك الأنا بوزيتيف تمام؟ طيب لقيت الأنا بوزيتيف، إذا أنا مش قادر أعمل رول أوت للسيستميك لوبس. لو لقيت الأنا نيجاتيف بقدر أعمل رول أوت وأنا مطمن، لكن لو لقيت الأنا بوزيتيف ما بتقدر تعمل رول أوت للسيستميك لوبس. طيب بس برضو ما بتقدر تعمل رول إن للسيستميك لوبس، يعني ما بتقدر تجزم إنه هي سيستميك لوبس. طب إيش بدك تسوي؟ أطلب أنتي دبل ستراندد دي إن إيه. لو لقيته بوزيتيف إذا بتقدر تعمل رول إن، يعني خلص هذه المريضة سيستميك لوبس 100%. طب لو لقيته نيجاتيف أطلب الأنتي أس أم. لو لقيت الأنتي أس أم بوزيتيف بتقدر تجزم إنه هي سيستميك لوبس. طب لو لقيته نيجاتيف، لو لقيته نيجاتيف حقيقة يا إخوانا ممكن أعمل رول أوت، بس برضو أطلب الأنتي رو أنتي لا أو الأنتي أس أس إيه والأنتي أس أس بي. لو لقيتهم بوزيتيف إذا قدرت تستثني الشوغرين سيندروم إذا بتبدأ بتكون هي سيستميك لوبس، إذا قدرت تستثني الشوغرين سيندروم تمام. لتريتمنت ما في، أنا عندي علاج كيورابل، لكن ممكن أعمل كنترول للسيمتوم. بس أهم شغلة، أجتني مريضة هي أنا عارفها سيستميك لوبس وأجتني بديليريوم، يعني سنترال نيرفوس سيستم مانيفستيشن، أو أجتني بأكيوت لوبس فلير جوينت بين فظيع، فيفر هيديك فتيك كونفيوجن تمام مالاراش، يعني أكيوت لوبس فلير، دغري بدك تعطيها جرعة كبيرة من الجلوكو كورتيكويد، من الجلوكو كورتيكويد. العلاج ممكن تعطيها يا اخوانا الهيدروكسي كلوروكوين، ما احنا قلنا الهيدروكسي كلوروكوين اصلا هو انتي مالاريال، بس برضر بقدر استخدمه في الروماتويد ارثرايتس، وبقدر استخدمه في السيستميك لوبس اريثروماتوسس. حقيقه معظم اللي بقدر استخدمه في الروماتويد ارثرايتس برضو بقدر استخدمه في السيستميك لوبس تمام. بس بدنا نعرف زي ما قلنا قبل الهيدروكسي كلوروكوين لازم لازم دائما تتفحص العين، تتفحص العين لانه ممكن يعمل ريتينال توكسيسيتي، وبالتالي لازم تتفحص ايش العين. اذا كان السيستميك لوبس انفولفمنت للرينال بدك تعطي جلوكوكورتيكويد مع السايكلوفوسفاميد او مع المايكوفينوليت، او ممكن تعطي الجلوكوكورتيكويد لوحده. طبعا الطريقة الوحيدة اللي تميز اللوبس نيفرايتس في أي ستيج البيوبسي، تعرف ستيج 2 ولا 3 ولا 5 ولا 6 البيوبسي، البيوبسي. طبعا يا أخوانا لما تكون ستيج 6 يعني الرينال خلاص صارت سكار، يعني الرينال صارت فايبروسيس، يعني الرينال مش راح تستجيب للجلوكوكورتيكويد لأنه صارت فايبروسيس خلاص يا أخوانا. طبعا as you know السايكلوفوسفاميد من الادفيرس افكت بيعمل هيموريجيك سيستايتس مشهوره جدا، وبيعمل بلادر كارسينوما، هو بيعمل مشاكل في البلادر، هيموريجيك سيستايتس وكانسر، يعني احفظوا السايكلوفوسفاميد بيعمل لي مشاكل في البلادر، السايكلوفوسفاميد بيعمل لي مشاكل في البلادر. اصلا بيجي كتير في الاسئله انه السايكلوفوسفاميد سواء في الفارما سواء في الكذا السايكلوفوسفاميد بيعمل لي مشاكل في البلادر.
وين كانت المشكلة؟ كان يتكون يا إخواننا أنتيبادي ضد الدبل ستراندد دي ان اي. فأنا طب مين اللي بيعمل أنتيبادي؟ البي سيل بتتحول إلى بلازما سيل تصنع أنتيبادي. فممكن يا إخواننا أنا أصنع أنتيبادي يروح يهاجم البي سيل ويدمرها، يمنحها تعمل بروليفريشن، فبمنحها تتحول إلى بلازما سيل وبمنحها تعطيني أنتيبادي. فأنا بصنع أنتيبادي ضد البلازما سيل اللي هو البي لوموم، البي لايموماب، البي لايموماب، البي لايموماب. طلع علي، إحنا عارفين الماب يعني أنتيبادي، أنتيبادي ضد البي يعني ضد البي سيل، أنتيبادي ضد البي سيل. اليونج بيشنت بيموتوا يا إخوانا من الإنفكشن لأنها بتعمل بان سايتوبينيا. الأوردر بيشنت بموتوا من ستروك، بموتوا من أثيروسكليروسيس، بموتوا من مايوكارديال إنفاركشن لأنها بتعمل أثيروسكليروسيس، بتعمل ممكن يؤدي إلى ستروك، جلطات كمان. فهم بموتوا من الشغلات هذا، من الكارديو فاسكولار إنفولفمنت. نفس القضية في الروماتويد أرثرايتس، كنا نقول الموسكومون كوز أوف ذا ديث في الروماتويد أرثرايتس الكارديو فاسكولار ديسيز، لكن اليونج بيشنت في الروماتويد أرثرايتس بموتوش. فيش most common cause of the death في الروماتويد أرثرايتس لل young patient يا إخواننا، فيش. بس السيستميك لوبس ممكن، لأنه ممكن تعمل ستروك يا إخواننا. هي بتعمل فاسكولايتس، فأكيد هتعمل فيفر، فاتيك، ويت لوس، سيستميك مايجراتوري أرثرايتس، باتري فلاي، فوتو سنسيتيفيتي، سيروسايتس، ثرومبو إمبوليزم مهم جدا، عشان بتعمل فاسكولايتس وعشان أنتي فوسفوليبيد أنتي بادي. بتكون أنتيبادي ضد الفوسفوليبيد تبعت السيل ميمبرين تبعت الاندوثيليال اللي بتعمل لايننج للبلاد فيزل. فانت تخيل يتكون أنتيبادي ضد الاندوثيليال تبعت البلاد فيزل، بعد كده تيجي الكومبليمنت وتترسب، فاكيد حتعمل يا اخوانا فايبروسيس او حتعمل جلطات كمان، ثرومبو امبوليزم، اي كوجنيتيف ديسفانكشن وسيجر. هل قلت يا اخوانا ممكن السيستميك لوباس يكون سببه الدراج، فبسمي هذه الحاله الدراج انديوست لوباس، الدراج انديوست اللوباس. اشهر الدراج الهيدرالازين، الايزونيازايد، والبروكيناميد. بنختصرها يا اخوانا في كلمه هيب، هيب هيدرالازين ايزونيازايد والبروكيناميد. بنختصرها في كلمة ايش يا اخوانا؟ الهب. هجيت بدي اقول لكم شغلة، اهم ايش تقول لي للدراج، هجيت هذه الدراج بتعمل سيستميك لوبس نفس المانيفستيشن تبعت السيستميك لوبس، ما عدا ما بتعملش انفولفمنت للسترال نيرفس سيستم ولا انفولفمنت للرينال، ومشاكل السكن بتكون اخف من السيستميك لوبس الحقيقية. لكن لما يقول لي الدراج انديوس سيستميك لوبس ايش بلاقي؟ بوزيتيف الانتي هيستون انتي بادي. اوكي انا بلاقيها بوزيتيف، بس الموست سبيسيفيك للدراج انديوس سيستميك لوبس الانتي هيستون انتي بادي، للدراج انديوس سيستميك لوبس الانتي هيستون. هذه اجت في الاختبار الانتي هيستون يا اخواننا، الموست سبيسيفيك للدراج انديوس أو not involvement للرينال والبرين. الأنتي دبل ستراندد والكومبليمنت نورمال، لأنه الدراج انديوس ما بتعمل رينال انفولفمنت، فالكومبليمنت بيكون نورمال، وما بتعمل أنتي فوسفوليبيد سيندروم، ما بتعمل أنتي فوسفوليبيد سيندروم. الآن نيجي على الانتي فوسفوليبيد سيندروم. ليش خلوها يا اخواننا لشغل معين؟ يعني ليش فصلوها عن السيستميك لوبس؟ 40% من حالات السيستميك لوبس بيصير عندهم انتي فوسفوليبيد سيندروم، لكن معظم حالات الانتي فوسفوليبيد سيندروم بتكون لحالها بدون السيستميك لوبس. يعني الانتي فوسفوليبيد سيندروم هو عباره عن ايديوباثيك، مالوش سبب واضح، ايديوباثيك. 60% من الحالات ايديوباثيك، ايديوباثيك في 60% من الحالات ايديوباثيك.
ما له سبب واضح، بتكون انتي بودي ضد الفوسفوليبيد وخلصنا، بتكون انتي بودي ضد الفوسفوليبيد وخلصنا. الانتي اف هو ما له سبب واضح، ما له ريسك فاكتور الا السيستميك لوبس، ما احنا قلنا. فهو هما ليش فصلوه عن السيستميك لوبس؟ لانه معظم حالات الانتي فوسفوليبيد بيكون جايين بمرض بانتي فوسفوليبيد مش بسيستميك لوبس، تمام؟ فهو بيكون مرض مستقل، لكن 40% من حالات السيستميك لوبس بيصير عندهم انتي فوسفوليبيد سيندروم، تمام؟ الان ثلاث شغلات لازم تعرفها في الانتي فوسفوليبيد، انه ممكن تلاقي انتي كارديو ليبين انتي بودي بوزيتيف. وهذا يا اخواننا الانتي كارديو ليبين انتي بودي بوزيتيف لما بشوفها في مالتيبل ابورشن في البريجنانسي وعندها سيستميك لوبس، ببدا اشيك انه عندها انتي فوسفوليبيد سيندروم. افحص الانتي كارديو ليبين بتلاقيه بوزيتيف، يعني في انا عندي في الجسم كارديو ليبين، فبتلاقي بتكون انتي بودي ضده، وبلاقي لوبس انتي كواجولانت، وبلاقي يا اخواننا انتي بيتا 2 جلايكوبروتين 1 انتي بودي. يعني انتي بيتا 2 جلايكوبروتين انتي بودي يا اخواننا، طلعوا علي من اشهر طلعوا الانتي فوسفوليبيد سيندروم يا اخواننا، هو فوسفوليبيد فبتكون انتي بودي ضد الفوسفوليبيد تبع الاندوثيليال تبع السيل ميمبرين تبع البلاد فيزل، فقاعد بدمر البلاد فيزل فبيصير ثرومبوسيس، لانه الاصل البلاد فيزل تكون سموث وما عليها شيء اشي، فلما يجي يرتبط عليها الانتي بودي فبتصير رف. طبعا بعد الانتي بودي حتيجي الكومليمنت فبتصير يا اخواننا رف، لما بتصير خشنه بتيجي البلاتلت واجريجيشن وكذا، فبيصير انا عندي ديب فين ثرومبوسيس وارتيريال ثرومبوسيس تمام. وبيصير طبعا يا اخوانا اطلع علي، في فرق بين الكو اجيوليشن يا اخوانا، بالله عليك والله الموضوع بسيط. الكو اجيوليشن هو عوامل التخثر، وفي فرق بين الثرومبوسز، في فرق الكو اجيوليشن لو واحد انجرح وانا بدي اسكر الجرح، وانا بدي أذكر إيش الجرح بيكون هذا الشخص، تمام، عنده حاجة بنسميها لوبس أنتيكواجولانت، يعني الكواجوليشن فيها مشكلة، فبتلاقي البارشال ثرومبوبلاستين تايم مرتفع، البارشال ثرومبوبلاستين تايم إيش مرتفع. طب بما انه البارشال ثرومبوبلاستين تايم مرتفع، طب كيف بتتكون الثرومبس؟ بما انه البارشال ثرومبوبلاستين مرتفع، طب كيف تتكون الثرومبس؟ كيف تتكون الجلطات؟ عن طريق البلاتلت يا اخواننا، عن طريق البلاتلت، تمام، عن طريق البلاتلت. فهو البارشال ثرومبوبلاستين تايم مرتفع، لكن البروثرومبين تايم نورمال، لكن يعني هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم مرتفع فالاصل يصير عنده بليدنج، لكن هو في الحقيقه بيكون عنده ايش كلوتينج وفايبروز وجلطات، كلوتينج وجلطات. هو كتير بيعمل لي يا اخواننا بريجننت موربيديتي، لانه بيعمل لي فيتال لوس وبري اكلامسيا وبلاسينتال انسفيشنسي. الآن أجتني فيميل دايما بصير عندها أبورشن، ومرة حملت فصار عندها كومبليكيشن سيفير بريكلامسيا أو بلاسينتال إنسافيشنسي، يعني مشاكل في البلاسينتا في وصول للبلد للجنين مثلا، أنت افحص الأنتي كارديوليبين الأنتي بيتا 2 إجلايكوبروتين واللوبس انتيكواجولانت، حتلاقي بوزيتيف في واحدة من هدول.
لأنه لو لقيت بوزيتيف في واحدة من هدول إذا أنت شخصت الأنتي فوسفوليبيد. يا إخوانا الأنتي فوسفوليبيد بوزيتيف إما في الكارديوليبين أو في البيت تاتو إغلايكوبروتين أو في اللوبس أنتي كوآجولانت بوزيتيف في أي واحدة من هدول بتشخص الأنتي فوسفوليبيد. فالأنتي فوسفوليبيد بتعمل بريجنانت موربيديتي كتير كتير بيجيبوها في السؤال في السؤال هذه يا إخوانا. في الثرومبوفيليا في الثرومبوفيليا ايش كان عند المريض؟ هذه يا اخوانا صدقوني معلومه مهمه. في الثرومبوفيليا في الثرومبوفيليا مش في الهيموفيليا يا اخوانا طلعوا علي. فيليا مشكله مش في الهيموفيليا. في الهيموفيليا A والهيموفيليا B كان مشاكل بليدنج يعني كان يصير عند المريض بليدنج هيموريج هيم أرثروسز بيكون بليدنج في البرين بليدنج في الجوينت بليدنج في الجي اي بليدنج بتيكيا راش بتيكيا اسف بتيكيا بيربرا اكيموسز بليدنج الهيموفيليا اف فاكتور 8 الهيموفيليا بي فاكتور 9 الهيموفيليا سي فاكتور 11 فالهيموفيليا بليدنج الهيموفيليا بليدنج لكن الثرومبوفيليا ثرومبوسز ما هم اسمها فيليا مشكلة ثرومبوسز يعني مشكلة في البلاد فيزل ثرومبوسز هيموفيليا مشكلة في البلاد فيزل بس بليدنج. في الثرومبوفيليا إذا بيصير عند هذا المريض ثرومبوسز فالأصل البروثرومبين تايم والباشر ثرومبلاستين تايم يكونوا إيش نورمال أو يعني نورمال والآي أن آر يكون ما هو كيف بدي يصير تكون ثرومبوسز لازم هدول يكونوا نورمال لأنه لو هدول كانوا هاي إذا حيصير عنده بليدنج. لو الاي ان ار هاي لو البروثرومبين هاي لو الباشر ثرومبوبلاستين هاي حيكون عنده بليدنج بس هو ما بيصير عنده بليدنج بيصير عنده ايش ثرومبوسز بيصير عنده ثرومبوسز لكن الباشر ثرومبوبلاستين تايم عالي أما البروثرومبين تايم والاي ان ار نورمال أما الباشر ثرومبوبلاستين تايم عالي مع إنه بيصير عنده ثرومبوسز إيه زي ما قلنا فولس بوزيتيف للفي دي للفي دي ار ال اللي هو تبع السيفلس تبع السيفلس يا اخواننا تبع السيفلس طيب يعني لو انت لقيت انتي كارديوليبين بوزيتيف مع spontaneous abortion أو لقيت lupus anticoagulant positive مع elevated prothrombin time يعني إخوانا دائما في الغالب لما تلاقي anticardiolipin positive إذن بيجيني في الغالب بسيمتوم تبع pregnant abortion لما تلاقي anticoagulant positive إذن حتلاقي elevated في prothrombin في partial thromboblastin time يعني كيف بتشخص عارفين انا كيف بشخص كيف بشوف السؤال وبقول خلص هذه انتي فوسفوليبيد انتي بودي ثلاث شغلات ابريجنان دائما بيصير لها ابورشن وشخصت بسيستميك لوباس فبعرف انه هذه دخلت في انتي فوسفوليبيد انتي بودي الشغله الثانيه لقيت الانتي كارديوليبين بوزيتيف ولقيت عندها ابورشن لانه الابورشن دائما بيجي مع الانتي كارديوليبين بوزيتيف اعيد وبكرر الابورشن دائما في الغالب بيجي مع الانتي كارديوليبين بوزيتيف هجيت اخوانا طلعوا علي في الانتي فوسفوليبيد انا عندي ثلاث شغلات بتشخص الانتي فوسفوليبيد الانتي كواجولانت والبيتا 2 جلايكوبروتين انتي بودي والانتي كارديوليبين ممكن المرض يكون انتي كواجولانت بوزيتيف لكن الانتي كارديوليبين يكون نيجاتيف فبرضو بشخصه أنتي فوسفوليبيد سيندروم برضو بشخصه يا أخوانا أنتي فوسفوليبيد سيندروم مع إنه الأنتي كارديوليبين نيجاتيف بس أنا ليش شخصته أنتي فوسفوليبيد سيندروم ليش شخصته لأن الأنتي كوآجولانت بوزيتيف في هذه الحالة ما بيصير يا أخوانا بريجنانت أبورشن في معظم الحالات ما بيصير بريجنانت أبورشن لأنه عشان يصير بريجنانت أبورشن لازم يكون أنا عندي أنتي كارديوليبين بوزيتيف عشان يعملي مشاكل في البلاسينتا والأمور هاي تمام
هي طيب كيف برضو بشخ بعرف انه هذه الكيس بتتكلم عن انتي فوسفوليبيد سيندروم؟ لو لقيت هذا المريض بيصير عنده جلطات لكن لقيت البارشل ثرومبوبلاستين تايم عالي، اذا بشخص الانتي فوسفوليبيد سيندروم. ليش؟ لانه لما تلاقي البارشل ثرومبوبلاستين تايم عالي، الاصل يكون بليدنج مش ثرومبوسز، الاصل يكون بليدنج مش ثرومبوسز. لكن لما تلاقي ثرومبوسز يعني ضد الاشي الطبيعي، اذا هذا تمام. هل جيتي كيف بدي اشخص الانتي فوسفوليبيد سيندروم؟ هل جيت تطلوا علي يا اخواننا، انا بتكون انتي بودي، الانتي بودي ضد الكو اجيوليشن فاكتور تبع فاكتور 12 و9 و11 و8، فبتكون انتي بودي ضد هدول الفاكتور فبدمرهم، فهدول الفاكتور مش راح يكونوا موجودين لانهم اتدمروا، فبيصير انا عندي برولونجيشن في البارشل ثرومبو بلاستين تايم، في الاكتيفيتد بارشل ثرومبو بلاستين تايم بيصير انا عندي ايش؟ برولونجيشن. تمام، هذا وين؟ عند الشخص اللي عنده انتي فوسفوليبيد سيندروم. طيب هل جيتي لو انا جبت البلازما تبع الشخص المصاب وخلطته ببلازما تبع شخص سليم، خلطته عملت ميكست، هلقيت البلازما تبع شخص سليم في عنده ايش؟ الكلوتينج فاكتور، فاكتور 12 و11 و9 و8، الكلوتينج فاكتور هدول بيكونوا موجودات عند الشخص السليم، وبالتالي لما اخلط البلازما مع بعض، اذا البارشل ثرومبوبلاستين تايم راح يرجع للنورمال. طب ليش راح يرجع للنورمال؟ لانه البلازما تبعت الشخص السليم فيها ايش؟ الكلوتينج فاكتور. لكن بيقول لك هذا البيست انيشال تيست، راح يرجع البارشل ثرومبوبلاستين تايم ايش؟ للنورمال. لكن وين المشكله؟ المشكله انه لازم البلازما تبع الشخص المصاب ما يكونش فيه له انتي فوسفوليبيد انتي بودي. اما بدك تشيل الانتي فوسفوليبيد انتي بودي او انت وحظك انت ما يكونش فيه له انتي فوسفو، لانه لو البلازما تبع الشخص المصاب فيه له انتي فوسفوليبيد انتي بودي وانت خلطت البلازما تبع الشخص المصاب البلازما تبع الشخص السليم، الانتي فوسفوليبيد انتي بودي راح تروح على الكلوتينج فاكتور اللي هو 12 و11 و9 و8، راح تروح عليهم وتدمرهم، فبرضه البارشل ثرومبوبلاستين تايم راح يضلوا عالي، برضه البارشل ثرومبوبلاستين تايم راح يضلوا ايش؟ عالي. تمام، ففي انا عندي تيست موست اكوريت، تيست موست اكوريت ايش هو؟ اللي هو الرافيد روسيال فايبر فينوم تيست، هذا سبيسيفيك لللوبس انتيكواجولانت، يعني هذا بفحص اللوبس انتي كواجولانت مش الانتي فوسفوليبيد انتي بودي، مش الانتي فوسفوليبيد انتي بودي. يعني انا لما بخلط البلازما تبعت الشخص المصاب بالبلازما تبعت الشخص السليم، برضو الروسيال فايبر فينوم تيس بضلوا عالي لانه الانتي كواجولانت لوبس انتي كواجولانت موجود. تمام، يعني برضو بضلوا بوزيتيف. طب واحد سألني سؤال، ممكن ليش ما افحص الانتي فوسفوليبيد انتي بادي نفسه؟ ليش ما افحص الانتي فوسفوليبيد انتي بادي نفسه؟ هذا الاجابه بدي اياكم تكتبوها في التعليقات، وانا ان شاء الله بعمل فيديو تاني وبقول لكم. تمام، يعني مثلا ليش ما افحص الانتي كارديوليبين نفسه؟
باختصار لأنه ممكن يكون الأنتي كاردونيبين نيجاتيف واللوبس أنتي كواجولانت بوزيتيف، فبرضه حيكون أنتي فوسفوليبين. ممكن يكون الأنتي بيتا 2 مايكروغلوبيولين بوزيتيف لكن الأنتي كاردونيبين نيجاتيف. تمام، هي هذا تمام. غير كده هدول الأنتي بادي بيكونوا مرتبطين في جوا في التشوز في جوا، فما بيكونوا في البلاد، مش دائما بيكونوا في البلاد. ما علينا كتير. إذا مهم جدا تعرف إنه هذا الفحص لللوبس أنتيكو أيجونانت، مش للكارديوليبين، مش للبيتا 2 مايكرو، لللوبس أنتيكو أيجونانت، لللوبس أنت. طب إيش العلاج؟ هذا المريض بتكون عنده جلطات، إيش بدك تعطيه؟ وورفارين أو أورال أنتيكو أو لنيو أورال أنتيكو أيجونانت، لنيو أورال أنتيكو أيجونانت زي الدبيجاتران، الأرجاتروبان، اللي في رودن، الإينوكزابارين، أورال أنتيكوآجولانت. لكن إذا كان المريض أسيمتوماتيك وما عنده جلطات ما بيحتاج لعلاج. لو أجاني مريض بديب فيني ثرومبوسيز وعنده أنتي فوسفوليبيد أنتي بادي بوزيتيف، فالعلاج بده يستمر لست شهور لو أجاني بمرة واحدة. لكن لو أجاني كمان مرة بديب فيني ثرومبوسيز بدك تعطيله يا أخواننا وورفارين لمدى الحياة. بدك تعطيله يا أخواننا إيش العلاج لمدى الحياة؟ بدك تعطيله وورفارين لمدى الحياة. طبعا فيها خلاف. يعني اللي بقول لك واحد أنتي فوسفوليبيد ما جهوش جلطات بعطوهوش الوورفارين ولا النيو أورال أنتيكواجولانت، لكن لو أجاله ديب فين ثرومبوسيس حتى لو مرة واحدة بدي أمشيه على وورفارين مدى الحياة، ففيها أو بدي أمشيه على وورفارين لسنة، ففيها يا أخوانا اختلاف، فيها إيش اختلاف. بس هو المشهور ست شهور. لو أجاني كمان مرة بديب فين ثرومبوسيس بدك تمشيه على وورفارين مدى الحياة لأنه بخاف تصير ستروك في البرين، جلطة في البرين. تمام. طيب في السبونتيني واس أبورشن، هل كل مرأة في العالم صار عندها سبونتيني واس أبورشن بدي أمشيها على هيبارين؟ لا طبعا يا إخوانا، طلع علي. المرأة الحامل بنفعش تعطيها وورفارين، خلصنا لأنه الكوأجول الكلوتينج هذه بنفعش، الوورفارين بنفعش، وبنفعش تعطيها جلوكوكورتيكويد على الفاضي not effective. يعني ما هو يا إخوانا ليش بيصير أبورشن؟ نتيجة الكلوتينج والجلطات وكذا. حتى هم بيقولوا لها انت بصير عندك جلطات في الحمل، هم بيقولوا لها انت بصير عندك تجلطات، جلطات، خثرات، كلوتينج اللي بدك اياه. بس هل كل مرأة بتعمل ابورشن لما تحبل كمان مرة بدي اعطيها هيبارين؟ لا، بدي اشوف اذا صار الابورشن في السكند او الثيرد تريمستر حتى لو مرة واحدة وهي بوزيتيف للسيستيميك لوبس أو بوزيتيف للأنتي كارديولوبين أو أنتي فوسفوليبيد أو أنتي لوبس أنتي كواجولان أو بيتا 2 مايكرو، بدك تعطيها إيش في الحمل المرة الثانية؟ هيبارين وأسبرين. لكن لو أجا في الفيرس تريمستر، لو أجت مرة مش مشكلة عادي، ممكن المرة الثانية يعني لو أجت في يعني لو كان الأبورشن في الفيرس تريمستر لو مرة واحدة بهمش، لكن لو مرتين فأكتر برضو بدك تمشيها على هيبارين وعلى بيبي أسبرين طول فترة الحمل ما عدا آخر شهر أو آخر ثيرت تريمستر حسب الدكتور، حسب إيش الدكتور. تمام إخوان، حقيقة يمكن اللي في مستشفيات غزة لو أجا أبورشن لإمرأة حتى لو في الفيرس تريمستر وحتى لو مرة واحدة في الحمل الثاني بيعطوها بيبي أسبرين، بس ما بيعطوها هيبارين، بيعطوها بيبي أسبرين. لو كان صار مرتين فأكتر في الفيرس تريمستر بيعطوها بيبي أسبرين وهيبارين. تمام، بس هذه معلومة لكم. طب أعطيها جلوكوكورتيكويد على الفاضي يا أخوانا not effective. الجلوكوكورتيكويد بده يمنع الثرومبوسيز not effective. تمام،
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، في أنا عندي أخواننا المحترمين سكليرو ديرما. السكليرو ديرما نوعين، إما ليميتد وإما ديفيوز. ليميتد يعني ليميتد يعني بتيجي بسكن مانيفستيشن زائد جي اي تي خاصة الإسوفيغاس زائد بالمونري هايبرتنشن without lung fibrosis، بنسميها isolated بالمونري هايبرتنشن. هذا الليميتد. هدول الثلاث شغلات سكن وإسوفيغاس وبالمونري زائد systemic manifestation زي lung involvement يعني lung fibrosis، cardiac involvement يعني مثلا AV block cardiac involvement، GI involvement gastroparesis، تمام، renal involvement renal crisis، brain involvement، بسميها systemic sclerosis. systemic السكليروديرما هو ديبوزيشن للكولاجين. تخيل انت بدك تحط كولاجين، اذا دمرت المكان اللي انت حطيت فيه الكولاجين يعني راح يصير فايبروسيس. يعني انت لما تحط كولاجين يعني بتحط فايبروسيس، يعني انت بتخلي المكان فايبروس. فديبوزيشن للكولاجين يعني انت بتعمل فايبروسيس، انت بتعمل سكليروزنج، اذا انت يا اخوانا بتدمر المكان اللي انت بتحتله. هو اوتو اميون ديزيز. ديفيوز بنسبة 20%، وإذا كان ديفيوز باد وورس ومشكلة ومصيبة وداهية. إذا كان ليميتد يعني أفضل في البروغنوسز، أفضل. الليميتد بيختصروها في كلمة كريست، السي يعني كالسينوسز. بيجيني المريض بكالسيوم ديبوزيشن في السكن وفي الجوينت. الار ريانويد فينومين. الاي اسوفيجيال ديسموثاليتي او جيرد. الاس سكليرودكتيل. سكليرودكتيل يعني الاصابع متشبكات في بعض. التي تيلانجي اكتيسز. اكتيسز يعني دايليشن. تيلانجي اكتيسز دايليشن في البلاد فيزل، تمام. طبعا هو مور كومون في الومن، في الومن من اعمار من 20 ل 40 سنه، ممكن توصل حقيقة ل 45-50 سنة. ما علينا، بصير أنا عندي فايبروسيس، ديبوزيشن للكولاجين في السكين، في الانترنال أورغان زي اللنج الكيدني والجي آي. لبريزنتيشن السكين مانيفستيشن زي السكليرودكتيل. لما أنت تعمل ديبوزيشن للكولاجين، إذا بصير أنت عندك ثيكنينج في السكين في الهاند والفيت، فبتكون السكين خشنة وبتكون الأصابع ملزقة في بعض. كمان شايفين هنا الأصابع ملزقة في بعض. التلانجي اكتيسز ضيليشن في البلاد فيزل. بشوف الضيليشن مثلا في السكين تبع الفيس والهاند والأبر ترانك والهذا. كالسينوسز كالسيوم ديبوزيشن. كالسيوم ديبوزيشن ممكن يكون اسيمتوماتيك وممكن يكون بينفول. ريانويد فينومين. ريانويد فينومين انكريز الفاسكولار يعني هلقيت هنا بيعمل انفولفمنت للبلاد فيزل اللي بتغذي الاكستريميتي زي الفينجر. فبتلاقي الفينجر اما بالور او اما سيانوسز بعد ما يصير هايبريميا. طبعا لما يكون عند هذه الفيميل استرس او لما تتعرض للكولد. يعني بتقول لك يا دكتور لما بغسل، لما بشطف، لما بجلي بصيروا اصابعي زرق بعد كده بيل، وممكن يكون في بين وممكن ما يكون في بين. بس وانا بغسل يا دكتور بيكونوا اول اشي اصابعي حمر، بعد كده بصيروا زرق، او بعد كده بصيروا بالور وايت. جي اي مانيفستيشن جيرد. اسوفيجيال ديسموتاليتي جيرد.
ممكن برضو يعمل involvement للبول نفسها، للجي اي، للسمول بول واللارج بول، فتعمل gastroparesis. الحين يا اخوانا لما انت بتعمل deposition للكولاجين في اللور اسوفيجيال سفنكتر، فانت بتدمر السفنكتر. بتدمر السفنكتر يعني السفنكتر راح يكون فاتح، بما انه راح يكون رخو، راح يكون فاتح يعني راح يكون رخو، فراح يصير جير. العلاج يا اخوانا مثلا ممكن تعطي لمريض بروتون بامب انهيبيتور. كمان في الجي اي انت بتدمر الاور بخ ابليكسس، فبتدمر البريستالسيس موفمنت تبعت الجي اي، فبتعمل اوستيوباريسيس، فبتعمل ديسفيجيا وبتعمل هارت بين. في الرينال مهم جدا تعرف لي انه هلقيت لما يصير انا عندي فايبروسيس في الرينال، فبتدمر الرينال، تؤدي الى رينال كرايسيس، تؤدي الى مالجنانت هايبرتنشن. مهم جدا هذه، فممكن تعمل اكيوت رينال فيلر وممكن يؤدي الى الوفاة. الرينال كرايسيس ممكن تؤدي الى الوفاة. فعشان كده لما انت تشخص سكليروسيس، سيستميك سكليروسيس، ممكن تعطي للمريض ايس انهيبيتور. في اللنج بيصير ديبوزيشن للكولاجين في اللنج، اذن فايبروسيس، اذن ريستريكتيف لنج ديزيز، وممكن يعمل برضو بالمونري هايبر تنشن. برضو ممكن البالمونري هايبر تنشن برضو كان يؤدي الى الوفاة. حاليا هو الليدنج كوز للديث، الليدنج كوز. يعني زمان كان الليدنج كوز الرينال كرايسيس، بس عشان انت صرت لما انت اخترعت ادوية الاس انهيبيتور، بطل الرينال كرايسيس هو الليدنج كوز، لانه انت بكل بساطه صنعت ادويه الاس انهيبيتور، فانت قللت المالجنانت هايبرتنشن. لانه يا اخواننا لما بيصير رينال كرايسيس بيصير مالجنانت هايبرتنشن تؤدي الى هيموريج وستروك ومشاكل كبيره، بس وكارديو فاسكولار دروب، وممكن تؤدي الى كاردياك اريست المالجنانت هايبرتنشن هذه يعني. بس انت وهيموريج في البرين، هيموريج في الاورجان، في الميزنتريك، المالجنانت هايبرتنشن خطيره فبتؤدي الى الوفاه، خاصه هيموريج ستروك. بس عشانك صنعت ادويه الاس انهيبيتور، اذا قللت من الرينال كرايسيس، قللت من المالجنانت هايبرتنشن، وبالتالي بطل الرينال كرايسيس هو الليدنج كوز اوف ذا ديث، فاصبح الليدنج كوز اوف ذا ديث اللنج فايبروسيس والبلمونري هايبرتنشن. لاحظ يا اخواننا، اللنج فايبروسيس بتقدر تعمل بلمونري هايبرتنشن، تمام، والسكليروديرما نفسها بتقدر تعمل بالمونري هايبرتنشن بدون ما تعمل لانج فايبروسيس. طب كيف؟ لانه لما بيجي الكولاجين وبيعمل ديبوزيشن في الاندوثيليال تبعت البالمونري فاسكوليتشر، اذا بتعمل بالمونري هايبرتنشن. يعني ممكن تعمل بالمونري هايبرتنشن بدون ما تعمل لانج فايبروسيس، ممكن، وبنسميها ايزوليتد بالمونري هايبرتنشن. البالمونري هايبرتنشن هذا بيعمل رايت هارت فيلر، رايت ventricular ورايت اتريوم انلارجمنت وهايبرتروفي البلمونري هايبرتنشن. وممكن السكليروسيس نفسه يعمل ديبوزيشن في الفنتريكل، السكليروسيس نفسه يعمل ديبوزيشن في الفنتريكل، فيعمل بيريكارديتس، مايوكارديال فايبروسيس، ويعمل هارت بلوك. لو عمل ديبوزيشن في الاي في بلوك بيدمرها، فبيعمل هارت بلوك. بتلاقي الانكاب الانا بوزيتيف، الانتي نيوكليير انتي بادي بوزيتيف في 90% من الحالات، فهو سنسيتيف بس مش سبيسيفيك. الان الديفيوز سكليروسيس، طلع سكليروديرما، بتلاقي الانتي اول احرف من السكليروسيس، طبعا يا اخواننا اول احرف اللي هي انتي اس سي ال،
الانتي اس سي ال انتي بودي. هذا يا اخواننا الموست سبيسيفيك في السيستميك او في الديفيوز سكليروسيس، في السيستميك او في الديفيوز الانتي اس سي ال، انتي اس سي ال 70 اللي هو يا اخواننا التوبو ايزوميريز واحد، التوبو ايزوميريز واحد تمام. بس انا بعرف، انا بعرف انه بس مش عارف صح ولا لا، الانتي اس سي ال 70 هو عبارة عن انتي توبو ايزوموريز تايب 3 مش تايب 1، ما علينا كتير، بس هنا مكتوب تايب 1 ما علينا كتير. طيب في الليميتد سكليروسز بلاقي الانتي سنترومير انتي بادي هو الموست سبيسيفيك. اذا في الليميتد سكليروسز الموست سبيسيفيك الانتي سنترومير في الليميتد. نص حالات الليميتد او الكريست، ما احنا قلنا الليميتد معناتها كريست سيندروم، نص حالات الكريست بيكون الانتي سنترومير بوزيتيف الانتي، فهو سبيسيفيك لمين؟ للكريست سيندروم، لكن هو مش سنسيتيف. ايش يعني؟ انا قاعد بقول لكم 50% من الليميتد سكليروسز او الكريست سكليروسز بيكونوا بوزيتيف للسنترومير، يعني في انا عندي 50% بيكون عندهم كريست سكليروسز لكن الانتي سنترومير نيجاتيف، فهو مش سنسيتيف انما سبيسيفيك. يعني اول ما تلاقي انتي سنترومير بتقدر تحلف يمين بالله اذا هي كريست سنترو كريست سيندروم، اذا هي كريست سيندروم. بدي اقول لكم شغله، الانتي اس سي ال 70 برضو بشوفها في الليميتد او في الكريست اللي هي نفسها الليميتد، بس بشوفها بنسبة 20% فقط، بنسبة 20%. فانا بشوف الانتي سنترومير بنسبة 50% وبشوف الانتي اس سي ال بنسبة 20% في الكريست انا بتكلم. فمين الموست سبيسيفيك للكريست سيندروم؟ مين الموست سبيسيفيك اللي هو الايش الانتي سنترومير؟ الانتي سنترومير تمام. هل قلت بما انه هو اوتو اوميون فممكن يا اخواننا اعطي الميثوتريكسات، لكن طلوا علي، ما هو كل طبعا فيش كيوراتيف لهذا، هلقيتي في الرينال كرايسيس الاس انهبيتوري كويس. يعني انت واحد عنده سيستميك سكليروسيس ولقيت عنده الكرياتينين ارتفع، فخلص مشي المريض على اس انهبيتور، او لقيت عنده هايبرتنشن مشي المريض على الاس انهبيتور. واحد عنده ايسوفيجيال ديسموتاريتي او جيرد مشي المريض على بروتون بامب انهبيتور. واحد عنده ريانويد فينومين، ريانويد فينومين يا اخوانا عشان الفاسكولايتس بيصير فازو كونستريكشن للبلاد فيزل، فبمشي المريض بالكالسيوم شانل بلوكر الاميلودبين. مريضه مش بس سيستميك سكليروسيس، مش بس كريست سكليروسيس، مريضه ريانويد فينومين اعطيها اميلودبين كالسيوم شانل بلوكر، معروفه هذه يا اخوانا تمام. بلمونري فايبروسيس السايكلوفوسفاميد، ممكن اعطي للمريضه سايكلوفوسفاميد بتقلل من البلمونري. البلمونري هايبرتنشن معروف ادويه البلمونري هايبرتنشن السيلدينافين، السيلدينافين اللي هو الفوسفاتايد الفوسفوتايد الفوسفوداي استيريز انهيبيتور، الفوسفوداي استيريز انهيبيتور السيلدينافين اللي هو يا اخواننا الفياجرا تمام. البروستاجلاندين انالوج، لانه انتوا عارفين البروستاجلاندين برضو بيعمل فازو دايليشن، اي كلمه بتنتهي ب بروست او فيها بروست زي الايبوبروستينول الايلوبروست والتري ايبروستينيل والتري ايبروستينيل. طيب برضو الاندوثيلين انتاغونيزم، هل قلت انتوا عارفين الاندوثيلين بيعمل فازو كونستريكشن الاندوثيلين، فانا بدي اعمل بلوك للاندوثيلين عن طريق البوزنتان والام ابريزنتان. طبعا يا اخوانا قضيه البلمونري هايبرتنشن اخذناها
في الفارما في شطر البلمونري هايبرتنشن. يعني في فيديو على القناة تبعتي بلمونري هايبرتنشن وتطلع على الأدوية وهذا تمام. وكمان والله أعلم شرحتها في الريسبيراتوري كمان. تمام زي ما قلنا يا إخواننا في الكريست سيندروم ليميتد سكليروسيز بيكون الكورس بناين وبيبدأ شوية شوية، ما بيبدأ ديفيوز، بيبدأ شوية شوية. والسكين مانيفستيشن بيكون في الديستال، يعني لو هاد مش عارف إذا مش شايفين صورة، بس هنا في صورة. طبعا شايفين يا اخوانا كيف الكالسينوسيس تبع الكريس، الكالسينوسيس سواء تبع الكريست او ديفيوز، شايفين كيف الكالسينوسيس، شايفين كيف الريانويد فينومين، كيف الايد بيل، شايفين كيف الكالسينوسيس السكليروداكتيل، شايفين كيف الاصابع مخشبه السكن مخشب ثيك طلع ومشدود السكن، وكمان بتلاقي الاصابع ماسكه في بعض شايفين كيف التيلانجيكتيسز، ما احنا قلنا بنشوفها في الوجه وفي الهاند. الان طلعوا علي هل لقيتي في الليميتد سكليروسيز بتيجي في البدايه السكن مانيفيستيشن في الديستال، طلعوا في الديستال تبعت الايد والديستال تبعت الرجل، لكن في الديفيوز سكليروسيز السكين مانيفستيشن برضو بتيجي في الترانك، في الترانك والبروكسيمال تبعت الرجل والبروكسيمال تبعت الايد، يعني بتيجي في كل الجسم، في كل الجسم تمام. تمام في الكريست بيكون هذا الشخص عنده بالمونري هايبرتنشن لكن اللنج سليمة، لأنه لو اللنج كانت انفولفمنت بطل اسمه ليميتد، صار اسمه ديفيوز. تمام ممكن يا اخوانا السكليروديرما تعمل لي رينال كرايسيس فجأة بشكل أكيوت، يعني تعمل لي فجأة أكيوت رينال فيلر، فجأة أكيوت رينال فيلر بدون أي مانيفستيشن تبعت الكدني. عشان كده دائما يا إخوانا لازم تفحص الكرياتينين، فممكن فجأة المريض يخش بماليجنانت هايبرتنشن. تمام طب إيش أعراض الماليجنانت؟ واحد عنده الضغط عالي، إذن إيش حيكون عنده؟ هيدك، بلوري فيجن، ونوزيا. تمام طبعا ممكن الاقي مايلد بروتين يوريا نتيجه الرينال انفولفمنت. طبعا يا اخوانا ممكن عشان رينال انفولفمنت ألاقي هيموليتك يوريميك سيندروم لأنه رينال انفولفمنت، فألاقي مايكرو أنجيوباتيك هيموليتك أنيميا. هدول طلوا علي، هدول الثلاث أسطر انسوهم. طيب تمام الآن هالحين يا إخوانا في حاجة بنسميها برايمري ريانويد فينومين. في البرايمري ريانويد فينومين إنه هذه الفيميل ما عندهاش أي مشاكل، ما عندهاش أي مشاكل في الفاسكولار ديسيز،
في التيشو انجري، في التروما، ما عندهاش اي مشاكل، ما عندهاش كونكتيف تيشوز ديزيز، ما عندهاش سكليرو ديرما، ما عندهاش سيستميك لوباس، ما عندهاش فاسكولايتس، ما عندهاش انتي فوسفوليبيد سيندروم، ما عندهاش اي، يعني ما عندهاش اي مشاكل. انما بتقول لك يا دكتور لما بيصير عندي استرس وبغسل بميه ساقعه بشطف الاواعي الاواني كده بيصير الاطراف بارده او زرقاء. بتشوفها كتير يا اخوانا، بتشوفها كتير في الفيميل خاصه في الاعمار اللي اقل من 30 سنه. هذه عادي، يعني هذه بنسميها البرايمري انويد فينومين. ما في انا عندي اي سبب لإلها، بشوفها في الفيميل الاقل من 30 سنه بس. كل إشي نيجاتيف، الانا نيجاتيف والاي اس ار نيجاتيف، الاوتو انتي بادي نيجاتيف، التيشو انجري نيجاتيف، كل لانه ما في سبب اللي عمل الريانويد، انما هي برايمري. ما في سبب اللي عمل الريانويد، انما هي طبعا ايش هذا افويد اجريجيتيف فاكتور. يعني بقول للفيميل بدل ما تغسلي وايدك مكشوفه غسلي بجلوفز، غسلي بكفات، وممكن اعطي كارس ومتشانل بلوكر ممكن. لكن السكندري ريانويد في انا عندي سبب واضح ادى الى الريانويد، زي خاصه مشاكل في الكونكتيف تيشوز ديزيز، فاسكولايتس، واحد عنده سيمباثو مايماتيك دراج. ما هو لو هلقيت وين المشكله، انه بيصير انا عندي فازو كونستريكشن او ناروينج في البلاد فيزل تبعت اللي بتغذي السكين. طب ما هو برضو اللي بياخد سيمباثو مايماتيك، يعني الفا اجونست مثلا، اللي بياخد الفا اجونست، طب ما هو بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل فبيعمل ريانويد. الهايبر فيسكوسيتي سيندروم لانه بيعمل برضو يا اخواننا سلاجش في البلاد سبلاي، يعني واحد عنده مثلا البوليسايتيميك فيبرا رورا البوليسايتيميا، فبقلل بيعمل سلاجش في البلاد فلو فبيعمل له ريانويد. هذه بشوفها في الرجال الاكثر من 40 سنه، مشاكل لاندرلاين ديزيز، ابنورمال نيل وكابيلاري في الاكزامينيشن. طبعا بدك تعالج الاندرلاين كوز، بدك تعطي كالسيوم تشانل بلوكر، وممكن كمان تعطي اسبرين اذا صار عنده ديجيتال ألسريشن. لانه يا اخوانا انت بتعمل سلاجش في البلاد سبلاي للاصبع. يعطيكم العافيه جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.